ودلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان المباريات اللي هتتلعب في ختام دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فإدارة الحوار الوطني هتعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجيه رئيس الجمهورية. النهاردة هتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل على المسرح الكبير بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. بيتضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاة من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر. النهاردة هتختتم الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية من كأس الملك سلمان اللي بتقام حالياً بالمملكة العربية السعودية، وبتشهد أربع مباريات مصيرية بتحدد المتأهل لدور ربع النهائي بين المجموعة الثالثة والرابعة، حيث يلتقي الوحدة الإماراتي مع الرجاء المغربي في تمام الرابعة عصراً. في نفس التوقيت هيلتقي شباب لوزداد الجزائري مع الكويتي، ويلتقي الزمالك مع النصر السعودي في تمام الساعة السادسة، وفي نفس التوقيت هيلتقي فريق اتحاد المنستيري مع الشباب السعودي. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور الثامن لبطولة كأس مصر، هيلتقي الأهلي مع المصري في تمام الساعة السادسة مساءً،